ستيدي جو. طيب انا هتكلم عن خبر ليه علاقه بالعربيات، طبعا حاجه بعيده عني كل البعد، بس برضو بيبقى فيه بعض النصايح كده يا جماعه وحاجات لازم نعملها عشان العربيه ما تسخنش مننا. احنا دلوقتي في فتره درجات الحراره في العالي جدا، العربيات بتبوظ قوي في فتره الصيف عشان بتسخن مننا، بتبطل مننا، بنستخدمها بطريقه غلط، ما بنسخنش العربيه كويس، بنعتقد ان احنا عشان خلاص درجات الحراره عاليه او كده ما بنسخنش، ما نهتمش بالعربيه. في حاجات معينة ممكن تبوظ لنا العربية أو تعمل لنا حالة مود مش لطيف في العربية وإحنا مش بناخد بالنا. أول حاجة لازم نهوي العربية كويس جدا، حاجة الناس ما بتعتقدش فيها أو مش بتعملها، لازم أول ما تركب العربية إن إحنا نفتح الشبابيك نهوي العربية بحيث إن هي تاخد كده هواء جديد، نجدد فيها الهواء عشان برضو الدنيا تبقى لطيفة معانا. لو حتى هنشغل التكييف يبقى فيه هواء متجدد في العربية، وأول ما نشغل التكييف لازم طبعا الإزاز يتقفل. في ناس بتمشي بالعربية والتكييف يعني مولعينه ومسيبين الشبابيك مفتوحة، ده غلط تماما. في ناس كمان بتدخن والتكييف شغال، أنت عارفة إن ده بيعمل ريحه وحشه جدا في العربيه، ان الفلتر بيسحب الدخان ده، ده حقيقي وبعد كده لما تيجي تشغليه معاكي ناس في العربيه ومعاكي اي حد بيطلع ريحة الدخان. وحشه قوي. لا، وبتبقى ريحه يعني مقلبه على حاجه مكمكمه كده، مش دخان، هي بتبقى ريحه وحشه قوي. فبعد ما هوينا العربيه، حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نتاكد من ميه العربيه، لازم نكون عارفين ان هو مش نحط ميه والسلام كده، لا لازم نكون عارفين ان احنا دايما بنحط ميه بكميه كويسه في العربيه، ميه المساحات، لان الموضوع ده بيفرق جدا. حاجه مهمه جدا وبتساعدنا ان احنا ما نحسش بحر او كتمه في العربيه، ومش بناخد بالنا منها برضو ان احنا ساعات بنسيب التراب متراكم على التابلو او متراكم على الكراسي او متراكم كده جوه الكراسي وجوه الحاجات بتاعت العربيه. التراب ده بيعمل حر جدا، بيخليكي قاعده في العربيه مخنوقه وانت مش واخده بالك. طب انا مشغل التكييف، انا عامل اللي عليا، انا ليه مش حاسس بالتكييف، او ليه حاسس ان انا مخنوق، او ليه حاسس ان في حاجه كده كبسه على نفسي؟ ده يمكن بسبب ان العربيه من جواها مش نظيفه، لازم كل شويه ننظف العربيه، نلمعها، نخلي بالنا منها عشان تعيش معانا. دلوقتي صعب قوي ان الواحد يشتري عربيه، الموضوع ما بقاش سهل زي زمان، ما بقاش افوردبل لناس كتير. فحافظ على عربيتك على او مش قد ما صعب تقدر، ومستحيل يعني. يعني فحافظ على عربيتك على قد ما تقدر وحبها على قد ما تقدر، لأن فكرة نشتري عربية جديدة دي ما بقتش سهلة خالص. بس كده، شكرا. طيب هي لينا يعني كانت بتقول خبر هي لا تمت له بصلة، الحمد لله. بس موضوع برضو العربيات يعني بسوق، يعني عندي عربية وبسوق، فلازم أحاول. لا بس خبرتك في الميكانيكا زيرو صح؟ الميكانيكا بصراحة لا مفتيش فيها يعني، إلا لو متأكدة يعني. طيب أنا بقى معايا خبر غريب جدا 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 من البرازيل، وهو إن في بنت وقعت في حب الحرامي اللي سرق الموبايل بتاعها. ده طب يخرب احكي بيت لكم. يخرب بيت الافلاس، فاهمه؟ يا عيني عندها جفاف عاطفي يعني يكفي صحراء مصر الغربيه والشرقيه، ايه ما ده؟ هو كمان حبها. استني بس اعرفي. البنت دي طلعت في فيديو بتقول ان هي حصلت لها عمليه سرقه، ان في لص سرق او حرامي يعني سرق التليفون المحمول بتاعها. وقالت البنت دي في الفيديو اللي نشرته على السوشيال ميديا ان هي كانت ماشيه في الشارع، والشارع اللي هي عايشه فيه في نفس المكان بتاع بيتها يعني، وللاسف اتعرضت لسرقه. وحصل ان هو طبعا بتقول ان دي طريقه شائعه يعني في البرازيل، ان الرجاله بتعبر عن حبها واعجابها للفتيات بالطريقه دي، يعني هي بتبرر لنفسها القصه. وبرده اللص لما يعني اللص قال هو كمان ان هو ما كانش عارف ان هيحصل له التغيير المفاجئ ده في مشاعره، وان هو كمان لما شاف صورة بعد ما سرق الموبايل بتاعها حس ان هي دي اللي غيرت حياته، وان هي دي البنت اللي هيحبها، وقال لنفسه يا ريتني ما كنت سرقتها. وابتدت قصة الحب للفتاة السمراء الجميلة البرازيلية هي واللص مع بعض، ودي كانت لا يعني بداية هو رجع لها التليفون، الشعلة. مش فاهمة. وبعد رجع كده لها وبعدين عادي حبوا بعض. عادي جدا. قال لها انا لما شفت صورتك على الموبايل يا شيخة عرفت ان انت بس هسرق فتاة قلبك احلام. زي ما سرقت تليفونك. وهي بقى طلعت قالت ان هي دي كمان دي كان طريقة من الطرق ان هو بيعبر بيها الشباب عن حبهم. الحمد فوالله لله، ده انت لقطة يعني، والله حاجة زبون مية مية. فلة. وكده احنا عرفنا مستقبل العيال هيبقى ايه يعني. تمام، اللي هو ايه ده سرقته يا حبايبي، معلش ده حب برضه. سرق قلبي، سرق روحي. فاصل بسرعة، مش قادرة اتنفس بسرعة. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.
قال الفنان تامر حسني إن مفيش ربط بين أغانيه وبين حياته الشخصية، وإنه بيكن كل الاحترام لزوجته السابقة وأم أولاده بسمة بوسيل. وكتب تامر حسني على حسابه الرسمي على فيسبوك: ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما نزل موضوع أغنية أو هزار معاكم بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة. أولا مش أنا اللي ممكن أعمل كده، رغم الظروف الحالية ما زلت أكن البسمة كل الحب والاحترام. وردت بسمة على كلام تامر حسني وحاطت ستوري على حسابها الرسمي على انستجرام، وقالت: يا تيمو انت كمان عندي زي ما انا عندك، وربنا يوفقك في شغلك. اتهم ابن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم حسن شاكوش وعمر كمال بسرقة ألحان والده، واعلن انه هيلجأ للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. وقال محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية انه من حق ابن شعبان عبد الرحيم تقديم شكوى لنقابة المهن الموسيقية عشان تنظر في الامر وعرض الأزمة على مجلس النقابة، وإن النقابة مش هتقدر تاخد أي قرار من غير تقديم شكوى في البداية. وقال عدوية شعبان عبد الرحيم إن حسن شاكوش وعمر كمال سرقوا لحن أغنية ما بخافش وإنت عارف في أغنيتهم الجديدة إنت الترند، وأكد إنه هيتجه للقضاء، وقال: إن شاء الله الأغنية ما تنزلش بالمزيكا دي، وهعمل قضية وهكبر المشكلة وهكلم الفنان مصطفى كامل، ده حقنا.